calcification, for example, with a breast shadow, usually is covering the lower lobes of the lungs. وبالتالي انا بدي اعرف والله this opacification انا شايفها و this opacity اللي انا شايفها هل هي intrathoracic ولا extrathoracic؟ Plus if it is intrathoracic, where is exactly the site of this pathology؟ هون بنضطر نعمل شيء بنسميه lateral chest x-ray. Lateral chest x-ray كون انا في عندي two lung fields. في عندي right one, this is the right lung fields. في عندي left one. خليها دائما ببالك انه الاكس-rays هي mirror image for your patient chest. لكن left تبع المريض usually او left size او left lung هي دائما جاي على يمينك انت والرايت lung جاي دائما على يسارك انت. تمام؟ هلا suppose that انا كان في عندي باثولوجي موجوده هنا على الرايت lung وانا بطلب right lateral chest x-ray. كلمة right lateral chest x-ray means انه البيشنت لازم يوقف بطريقة بحيث انه الرايت سايد تبعه هو الملاصق للاكس راي فيلم. اما اذا كانت الباثولوجي عندي على الليفت lung fields هون بنطلب شيء بنسميه ليفت lateral chest x-ray. ليفت lateral chest x-ray means انه الليفت سايد اوف ذا بيشنت لايك ذس هو الملاصق للاكس راي فيلم. وهون الاكس راي بيم بنتريتنج ذا بيشنت بادي فروم سايد تو سايد يعني من الرايت سايد الى الليفت سايد هون هيك سميناها ليفت lateral chest x-ray. هلا this is for example a lateral view. هلا باللاترال فيو انا كيف ممكن اعرف where is the pathology؟ هلا اذا كانت for example abnormalities موجوده هلا this is هون the cardiac shadow هذا الكاردك شادو هون هيك واضح معنا. هلا اذا كانت الابنورماليتي موجوده anterior للكاردك شادو او above the cardiac shadow it is an upper loop problem. اذا كانت الابنورماليتيز اللي مبينه معي بالاكس رايز just over the cardiac shadow it is a middle loop problem. إذا كنا عم نحكي عن right lateral chest x-ray and it is a lingular loop problem. إذا كنا عم نحكي عن left lateral chest x-ray لأنه كلنا بنعرف إنه right lung تنقسم إلى upper loop, middle loop and lower loop. لكن left lung تنقسم إلى upper loop and lower loop. واللور part من upper loop نسميناه lingular lung loops. واللingular lung loop على left side يعادل middle lung loop على right side. مضبوط هذا الحكي يا جماعة؟ أما إذا كانت الباثولوجي موجودة خلف الكاردك شادو and below the cardiac shadow in this area يعني معناها it is a lower lung loop problem. أي سؤال هون يا جماعة؟ This is what we call the position of the chest x-ray. Like in general we have three positions in the chest x-ray. The most commonly used and the best view هو posterior anterior chest x-ray. The less commonly used and اللي ممكن استخدمه just in certain occasions if my patient is immobile one and he cannot stand up هي anterior posterior chest x-ray. والمأخذ الوحيد على anterior posterior chest x-ray هو المينستينال سايز. واخر واحد if you want to confirm where is the site of the pathology if it's an intrathoracic or extrathoracic and if it is intrathoracic where is exactly the site of this pathology in which loop we have to do order a lateral chest x-ray. هلا هذا الفيو الموجود معنا هون is a lateral x-ray. Is it a left lateral ولا right lateral؟ شو رأيكم يا جماعة؟ left دكتور. ليش left؟ عشان الكارديك شادو بيكون واضح لك هون في الصورة. دائما الكارديك شادو باللاترال x-rays بيكون واضح سواء كانت left lateral أو right lateral دائما تخيلها هلا هون عم بطبع قاعد عندك الاكس راي عم بطبع الشادو اكزاكتلي از ات از ما بيعكس لك اياه باللاترال فيو. فاذا انت كنت موقف ليفت لاترال معناها ليفت سايد تبعك هو الملاصق للاكس راي بهي الحاله بده يكون السباين تبعك بهي الجهه السباين شادو ذيس از ذا سباين شادو. السباين شادو جاي على يور رايت سايد ما دام جاي على الرايت سايد تبعك معناها ات از ا رايت لاترال تشيست اكس راي. هلا اذا كان السباين جاي على ليفت سايد تبعك معناها ات از ليفت لاترال تشيست اكس راي. كيف يعني كيف وصلنا للمعلومه هاي؟ بدك تتخيلها صديقي انه كيف المريض واقف. اذا كان واقف ليفت لاترال معناها السباين تبعه بده يكون بهي الجهه. اذا كان المريض واقف رايت لاترال معناها السباين تبعه بده يكون على هاي الجهه. هلا فروم ذا سباين بوزيشن اي كان لوك ايدنتيفاي اف اتس رايت لاترال ولا ليفت لاترال تشيست اكس راي. تمام؟ هلا بالبوستيرو انتيرو اكس رايز او الانتيرو بوستيرو اكس رايز دائما بيكون في عندنا ماركر. هذا الماركر بيحدد لك وير از ذا ليفت سايد اوف ذا بيشنت اند وير از هيز رايت سايد اوف ذا بيشنت. مش الليفت سايد تبعك الليفت اوف ذا بيشنت او ليفت سايد اوف ذا بيشنت. يوجوالي ذيس لتر هو ال لتر ريفلكتنج ذات انه ذيس سايد از ذا ليفت سايد
وضروري يكون في عندي ماركرز، لانه ممكن يكون عند البيشنت فور اكزامبل ديكستروكارديا، او ممكن يكون فور اكزامبل البيشنت عنده سايتس انفيرسس، بهي الحاله كل الليفت سايت تبعه انعكس. هلا اذا كان البيشنت فور اكزامبل فروم يور فيزيكال اكزام doesn't have these abnormalities or this anatomical abnormality، لانه احنا حكينا لازم اول شيء تاخذ هيستوري، لازم تعمل فول فيزيكال اكزام قبل ما تودي المريض يعمل شيست اكس راي. هلا بالفيزيكال اكزام والله مبين معي والله الابيك سبيد جاي على الليفت سايد، معناها المريض ما في عنده ديكستروكارديا. هلا كيف انا ممكن اعرف وير از ذا ليفت سايد of my patient from the right side؟ usually من apex of the heart. The apex of the heart دائما is up on or is above the left hemidiaphragm. هي أول شغلة. اثنين في عندي knuckle of the aorta. كلمة knuckle of the aorta أو aortic knuckles هي متى بتغير الأورطة عندي من الarch إلى descending aorta. This is the knuckle of the aorta دائما موجود على left side. ثالث شغلة في شيء بنسميه أنا gastric bubble، هو الغاز الموجود بالفندس of the stomach. This is the gastric bubble دائما موجود على left side. تمام؟ اي سؤال هون يا جماعه؟ دكتور اه بس بالله هاي الاكزل او اللاترال فيو بالله انك اذا في مجال تعيدها. اللاترال فيو حكينا بدك تفرج على السباين وين موجود، هذا السباين. هلا اذا كان السباين موجود على يمينك انت معناها it is a right lateral chest x-ray. اذا كان السباين موجود على يسارك انت يعني بهاي الجهه معناها it is a left lateral chest x-ray. هلا اللاترال فيو بيهمني او بيخدمني مشان اعرف where is the pathology. اذا كان pathology is over the cardiac shadow and it is هنا it's a right lateral chest X-ray was and the pathology موجودة over the cardiac shadow، معناها المشكلة موجودة عندي بالميدل رايت أو بالرايت ميدل لوب of the patient lungs. هلا إذا كانت الباثولوجي موجودة anterior cardiac shadow بهذا السواد الموجود هون أو above the cardiac shadow معناها it is an upper lobe problem. If it is behind the cardiac shadow أو below the cardiac shadow معناها it is a lower lobe problem. واضح يا جماعة؟ دكتور؟ نعم. الجاستريك بابل حتى بالانفيرسس توتاليس بتكون على الليفت؟ لا اعكس يعني تصير على الرايت بالسايت انفيرسس بتصير على الرايت، بس سمي الديكستروكارديا بتكون دائما على الليفت. يس تمام دكتور اسلام. اذا هاي اول واحدة من الكواليتي الاكس ريز هي البوزيشن اوف ذا اكس راي. ليك انت قبل ما تقرا الاكس راي لازم تحدد واتس ذا بوزيشن اوف ذا اكس راي. هلا سبوز ذات انه الاكس راي مش مبين معك والله اكزاكتلي واتس ذا بوزيشن اوف ذيس اكس راي، هل هو anterior بصير ولا بصير anterior؟ بنشوف شو مكتوب على الاكس ريز. فور اكزامبل اذا كان مكتوب على الاكس ريز there's an ICU او it's an ICU X-ray this means ايش؟ اذا كان مكتوب عليها ICU معناها anterior دكتور. يس لازم تكون anterior بصيريور، معناها البيشنت معناها هاي الاكس ريز اتاخذت بيت سايد اكس ري، it's not a departmental X-ray. هلا suppose that انه والله كان في عندي wires like this، هذا الواير مبين معك. هون البيشنت is connected to a wires. This means when a patient is connected to a monitor, صح؟ معناها this X-ray is a unit X-ray, which means it's an anterior posterior X-ray. لأن المريض إذا بتحرك and he's fully mobile ما راح ينزل المونيتر معه تحت. وين الواير دكتور بالضبط؟ هيا شايف الخط ها صديقي؟ شايف الكليبس؟ هاي الكليبس. هي الصورة بس مش واضحة. تمام دكتور. تمام؟ Suppose that ولا إنه مبين معي dooms of the lung واضحات كثير، اللي clavicles مبينات معي directly downward medially، the lateral border of the scapula واضح and is a visible one، فأنا بتقدر تحكي عنها وتقلب دوي إنه it's a posterior anterior chest X-ray. إذن هاي أول quality للX-ray and we have to comment on it. هلا الشغلة الثانية للX-rays، إذن حكينا شو الفرق الوحيد والرئيسي ما بين BA والAB X-rays is mainly from the cardiac shadow size. دائما الAB X-rays cardiac shadow تبعهم بيكون أكبر من البي اي تشيس اكس راي، والبي اي تشيس اكس راي الكارديك شادو تبعها بيكون جاست لايك ذا ريال كارديك شادو، لكن انا ما اقدر اعتمد على البي اي تشيس اكس راي تو استيميت ذا كارديك سايز. هلا حكينا واحده من الانديكيشن اللي نعمل فيها لاترال تشيس اكس راي ان اوردر تو نو اف ذيس باثولوجي موجوده اوفر ذا لانج فيلد اتس ان انترا ثوراسيك ولا اكسترا ثوراسيك. يعني فور اكزامبل هون مبين في عندي تو راوند باثولوجيز بينات هوموجينيوس باثولوجيز، يعني نفس الاركيتكتشر تبعها او نفس الكونتراست تبعها all over these pathologies، ومبين these pathologies على الرايت خاصه in a within the lung fields، على اللفت مبين it is outside the lung fields لانه جاي شوي behind the cardiac shadow something like this. لو انت مش عارف exactly what is this kind of the problems is it an intrathoracic problem ولا extrathoracic problem، فانا مطلب lateral chest X-ray. باللترال تشيس اكس راي ذيس باثولوجيز مبين معي از ان اوتسايد بروبلمز او اكسترا ثوراسيك بروبلم فور اكزامبل. This is what we call the silicone bags اللي مركبات بالبريست. This is a breast silicone bags something like this.
وسيليكون باجز قديما كان جاست ات از ا كوزموتيك سيرجري، ريسنتلي لا صار في شيء مسميه موديفايد راديكال ماستكتومي، وصار في شيء مسميه بريست بريزيرفينج شيب ماستكتومي خاصه بالبريست كانسرز. سو نا يوجوالي وي دو سمثينج لايك ذس in order to preserve the shape of the breast in breast cancer or in lobectomy for example or in mastectomy. But يعني is something very common بال old females حتى بطل بال young females. هلا the second characteristic لل X-rays it's what we call it the exposure of the X-ray. هلا كلمة exposure of the X-ray مثل ما إحنا بنعمل exposure لل chest during the physical exam again في exposure بال X-ray. The exposure means إنه شو هي المساحة لازم تغطيها ال X-ray beam of the patient chest. هاي المساحة لازم تكون من the mid side of the patient neck لل mid side of the patient abdomen. هاي what we call the exposure of the X-ray. هلا ليش لازم تكون من the mid of the neck لل mid of the abdomen in order to see the domes of the lung clearly as well as in order to see the costophrenic angles. هي your costophrenic angle هي الانجل هاي sharp one what we call costophrenic angle يعني ما بين الربس والديافرام. again لازم تكون sharp acute and clear angles. هلا suppose that إنه الإكس-راي كانت from this point the upper border تبعها معناها أن domes of the lung صاروا مخفيات. هلا suppose that إنه إذا كان الإكس-رايز ماكله الكوستوفرينيك angles for example again it is a bad quality X-ray. For good quality X-ray لازم تكون من mid of the neck لل mid of the abdomen. هلا this is the second quality of the patient X-ray characteristics. هلا الثيرد كاركترستيك للاكس رايز what we call it the penetration of the x-ray. هلا شو مقصود كلمة penetration of the x-ray؟ هلا the penetration means you know what is the dose of the x-ray beam اللي penetrating the patient body. هاي الدوز بالعادة بتحكم فيها فن الأشعة لما يروح على الجهاز إما بيرفع جرعة الأشعة أو بيقلل جرعة الأشعة بمقدار معين according to the patient age according to the patient body built. مثلا obese one ممكن يرفع له شوي جرعة الأشعة. اللين patient لا بيخفف جرعة الأشعة. بيدياتريك usually needs a lower dose of the X-ray beam. هلا كيف أنا بدي أعرف exactly if this X-ray is a well penetrated chest X-ray أو is a badly penetrated أو wrongly penetrated chest X-ray. هلا ال well penetrated chest X-ray نطلع هون على الكاردك شادو. This is the cardiac shadow. دائما خلف الكاردك شادو في عندي ال vertebral column. في عندي lower thoracic vertebral column. لازم يكون اللور ثوراسيك فيرتبرال كولوم behind the cardiac shadow is barely seen. كيف يعني كلمة barely seen؟ يعني انت شايف there is a column لكن مش شايف معالمه. إذا كانت الإكس-راي is like this وانا بسميها is a good penetrating chest X-ray. هلا for example إذا كانت over penetrating chest X-ray بين عندك معالم الانترفيرتبرال معالم الفيرتبرال كولوم behind the heart. حتى الانترفيرتبرال ديسك هنا واضحات. السباينز the spinous process of the vertebral columns نفس الشيء صار كثير واضح. This is the spinous process. هذول intervertebral discs صار كثير واضح. This means it's an over-penetrating chest X-ray. Well, over-penetrating chest X-ray معناها سواد اللنج فيلدز راح يزيد, which means إنه البياض الموجود normally inside the lung fields, which is a bronchopulmonary vessels, they are a normal penetrating lines inside the lung fields. نفس الشيء راح يزيد بياضهم, and it might be misread as an abnormalities in the X-ray. Like, لازم تكون دائما is a good penetrating chest X-ray. هلا إذا كانت under penetrating chest X-ray, هنا كل شيء أبيض inside the lungs راح يزيد والسواد راح يقل of the X-ray. هنا the vertebral column behind the heart is not visible. مش مبين أي vertebral column. ما بتقدر تحدد معالمه أصلا. ما بتقدر تحكي إنه there is a column behind the heart. This is an under penetrating chest X-ray. Like, normally, لازم يكون لما تطلع أنت على X-rays إنه لازم أكون أنا شايف vertebral column, لكن I cannot judge what's the details of this column. واضح يا جماعة؟ هيك بنسميها good penetrating chest X-ray. If it is over penetrated, ولا if it is under penetrated chest X-ray, دائما بعطيك abnormal pathologies, أو دائما بعطيك أو you will imagine that إنه there is an abnormalities in the X-ray if it's an over penetrated أو under penetrated. أصدقك تفضل. لهم فوائد دكتور مثلا؟ لا بس خلاص انت شرحت السؤال. هو بدي احكي لك انه اذا كان الاندر او الاوفر بنتريتنج لهم مثلا فوائد كان حق لهم فوائد. بالعكس usually will يعني give a false impression about the x-rays. اذا هيك صرنا حكينا عن position of the x-ray
صرنا حاكين عن الاكسبوجر اوف ذا اكس رايز عن البنتريشن اوف ذا اكس راي. هلا افتر ذات لازم نحكي اف ذس اكس راي از سنترلايزد وان اور روتيتد جست اكس راي. هلا كلمه سنترلايزيشن اوف ذا اكس رايز مينز انه البيشنت لما وقف قدام الاكس راي فيلم وقف موازي للاكس راي فيلم، مش مايل لا لليمين ولا لليسار، هاي اول شغله. ومش انه الجزء الايمن تبعه او الجزء الايسر اقرب الى الاكس راي فيلم من الجزء الاخر، معناها لازم يكون واقف بشكل موازي تماما للاكس راي فيلم. هاي اسمها سنترلايزد جست اكس راي. طب انا كيف بدي اعرف فعلا انه ذس بيشنت اكس راي از ا سنترلايزد وان؟ هلا هون بنعتمد على البوني ماركرز، ما بعتمد على التريكير شادو. ذس از ذا تريكير شادو، هذا التريكير شادو، هون الكراينال اوف ذا تريكيا، هون اتس يوجوالي جيفينج ذا رايت مين برونكس اند ذا ليفت مين برونكس. ما بعتمد انا على التريكير شادو اف اتس ا سنترال شادو معناها اتس ا سنترلايزد جست اكس راي، لا بعتمد على بوني ستراكشرز. The bone structures were mainly, this is a spinous process of the upper thoracic and lower cervical vertebral body. هذا the spinous process. برسم عليه خط وهمي like this. بشوف بعد الخط الوهمي هذا على medial end of the clavicle من جهة اليمين، والبعد يعني من هون لهون، وبعد هذا الخط عن medial end of the clavicle من جهة اليسار، يعني البعد من هذا من هاي البوينت إلى هذا البوينت. لازم يكون دائما متساويات. هلا اذا كان البعد مثلا هذا البعد اكبر من هذا البعد، this means انه it is a left lateral او left rotated chest x-ray. اذا كان for example البعد هذا اكبر من هذا البعد، معناها it is a rightly rotated chest x-ray، معناها it is not a centralized chest x-ray. هذا بدي اياك تعرفه، واضح يا جماعه؟ This is what we call centralization of the chest x-ray. اذا برسم انا spinous process line بشوف بعد هذا اللاين عن the median end of the clavicle bilaterally، لازم يكونوا دائما equal. If one of these distances is bigger than the other معناها it is a rotated chest x-ray. ما بعتمد انا بcentralization of the x-rays على the tracheal locations، لانه في عندي a lot of pathology سواء كانت neck pathology او upper lungs pathology usually pulling او pushing the trachea اما toward it او away from it. لكن the tracheal locations is variable، بعتمد على pathologies الموجودة عندك. واضح؟ دكتور الرايت بتكون أكبر عند الرايت؟ رايت روتيتد؟ لا، انت تخيلي يا دكتور لما تكون رايت روتيتد معناها انه الرايت فيلد تبعك او رايت تشست وول صار أقرب للإكس راي فيلم، معناها الليفت تشست وول صار أبعد عن الإكس راي فيلم. كونه صار أبعد عن الإكس راي فيلم معناها بهاي الحالة بصفي عندك الليفت ديستانس أكبر من الرايت ديستانس. Whatever بيهمنيش تعرف هاي المعلومة كثير، بيهمني تعرف إنه لازم يكون these distances are equal. If it is not equal or if they are not equal, this means إنه في عندي rotations أو this X-ray is not a centralized one. دكتور الأنجل شو دكتورة أول شيء احكي؟ هاي X-ray over penetrated لأني شايف ال over penetrated. Yes, you are right. لأنه vertebral column كثير واضح behind the heart. صديقي سؤال دكتور، السنترال لاين لازم يكون يعني البعد متساوي عن الكلافيكل ولا عن الشادو كذا؟ السنترال لاين هذا هو السنترال لاين اللي انا برسمه على سباينس بروسس، لازم يكون بعده عن الميديال اند اوف ذا كلافيكل من الجهه اليمين ايكوال لبعده عن الميديال اند اوف ذا كلافيكل من الجهه الشمال. تمام دكتور، تمام تمام. اذا هاي الخاصيه رقم 4 للاكس ريز. خاصية رقم 5 للإكس راي، هل الإكس راي is an inspiratory X-ray ولا expiratory X-ray؟ دائما الشيست إكس راي لازم تتأخذ as an inspiratory view، مش لازم تتأخذ expiratory view. كيف يعني inspiratory view؟ يعني إحنا قبل ما نأخذ الشيست إكس رايز نحكي للمريض خذ نفس عميق وأحبسه. أول ما يحبس المريض نفسه نضغط كبسة الإكس راي بيم عشان نصور المريض. فال best position أو best view للإكس رايز is a full inspiratory X-ray. هلا كيف انا بدي اتاكد فعلا انه this an a full inspiratory x-rays؟ بين معك through the diaphragm domes. And this is the left hemidiaphragm, this is the right hemidiaphragm، بكون شوي flattened and directed downward laterally. هلا if it's an expiratory x-rays بكون لهم domes. هاي اول شغله. اثنين الاكس راي فيلم نفسه او الاكس راي فيلد بين اوسع عندي بالانسبيراتوري اكس راي. فانا مين اللي بقدر اعتمد على الدومز اوف ذا لانجز، سوري على الدومز اوف ذا ديافرام، اذا كان فعلا بينات از ا دومز مثل القبب لايك ذس معناها اتس ان اكسبيراتوري فيلم. لازم يكون دائما فلاتنت، خاصه الميديال اند تبعهم لازم يكون دائما فلاتنت.
هلا متى انا بكون مضطر اني اطلب اكسبيراتوري تشست اكس راي مش انسبيراتوري 1؟ يوجوالي اذا كان البيشنت عنده هايبر انفليتد تشست او اذا انت كنت شاك انه ذير از نيوموثوراكس. النيوموثوراكس بيكون مور فيزبل بالاكسبيراتوري فيلم ان كومباريزن مع انسبيراتوري فيلم. واضح يا جماعه؟ هاي الخاصيه رقم 5 للكواليتي اوف ذا تشست اكس راي. الخاصيه رقم 6 لازم نحدد يوجوالي المارك marker of the x-rays. كيف يعني marker؟ يعني لازم يكون محدد او لازم تكون x-rays نفسها محدده. where is the left side of this x-ray and where is the right side of the x-ray. usually left side بيكون محطوط عليه دائما marker، اما بيكون محطوط كلمه L او ممكن يكون there is a metallic shadow. والmetallic shadow اذا كان موجود بالعاده بنحط على left side اذا ما كناش حاطينه as a letter. again this x-rays لازم تكون detailed x-rays بحيث يكون مكتوب عليها اسم البيشنت، العمر of the patient، رقم المريض for example، ممكن يكون محطوط عليها date of the birth، ممكن يكون محطوط عليها اسم المستشفى او اسم المكان اللي اتاخذت منه هاي الاكس-ray. هاي مسميها is a labeling of the chest x-ray. فاللابلنج هي واحده من الكاركترستيك او من الجود كواليتي كاركترستيك of the x-rays. لازم يكون الليفت سايت تبعها labeled دائما، لازم يكون name of the patient with date of the x-rays with the site of this x-rays. Again, لازم يكون labeled and written over the chest x-ray. الآخر خاصية للx-rays, I have to know if this x-ray is a male x-ray ولا female x-ray. شو الشغلة الوحيدة بقدر أحدد من خلالها if it's a male ولا female x-ray is from the breast shadow. The breast shadow obvious بالfemale chest x-ray and the male x-rays usually we don't see the breast shadow إلا إذا كان الmale عنده gynecomastia for example for any reason. ليش بهمني أعرف والله there is a breast shadow ولا ما في breast shadow؟ لأنه suppose that for example إذا كانت الفيميل أنا صورتها chest x-ray is a nursing females يعني بترضع ابنها for example. This means إنه breast shadow تبعها بيكون كثير engorged. راح يبين معك inside the lung field إنه there is a haziness أو there is for example an infiltrate. And it is not a real infiltrate, it's just the breast shadow over the x-ray. Again for example إذا كان في breast mass, هاي الماس فيها microcalcification أو microcalcification for example. راح تبين عندك هاي البريست ماس كالسيفيكيشن از ا لانج باثولوجي. هون بنضطر نطلب ان كونديشن لايك ذس اذا انت كنت شاك انه اتز فعلا ان اكسترا ثوراسيك 1 هون بنضطر نطلب ايش؟ لاترال تشيس اكس راي. اي سؤال هون يا جماعه؟ اذا قبل ما اقرا التشيس اكس راي لازم احدد الكواليتي الاكس راي از ا جود 1 اور از ا باد 1. اذا كانت اي واحد من هذول الخصائص مش موجوده صح معناها اتس ا باد كواليتي تشيس اكس راي. اول واحده لازم احدد البوزيشن اوف ذا اكس راي حكينا اف اتس بي اي او اي بي او لاترال. ثاني شغله لازم احدد الاكسبوجر اوف ذا اكس رايز لازم يكون فروم ذا ميد سايد اوف ذا نيك لين سايد اوف ذا ابدومن. ثالث واحده لازم احدد البينتريشن اوف ذا اكس رايز از اول بينتريتد ولا باد ولا اوفر بينتريتد تشيست اكس راي. رابع شغله لازم احددها هل هي سنترلايز اكس رايز ولا اي سنترلايز او روتيتد تشيست اكس راي. وخامس شغله لازم احددها هل هي انسبيراتوري فيو ولا اكسبيراتوري فيو. واخر شغله لازم اتاكد انه ذس اكس رايز از اول ليبلد وان اور نوت. اي سؤال هون يا جماعه عن الكواليتي اوف ذا اكس راي؟ اني كويستشن؟ تمام. هلا بعد هيك بعد ما حددنا الكواليتي اوف ذا اكس راي بنبلش نقرا الشست اكس راي. هلا قراءتك للاكس راي بتبلش فيها اما من برا لجوا او من جوا لبرا. هلا فور اكزامبل انا بحب ابلش بالاكس راي من برا لجوا. من برا لجوا مينز انه ببلش اقرا الاكس راي اول شيء ببلش اقرا السوفت تيشوز سراوندينج ذا اكس راي. This is the soft tissue. خليها دائما ببالك انه this is a static x-ray. كيف يعني static؟ يعني just a one shot x-ray beam penetrating the patient body. It's not a dynamic one. معنى اخر اي شيء فيه gas بالstatic chest x-ray مبين اسود. Anything else ما فيه gas مبين ابيض بالx-ray. سواء كان soft tissue لازم مبين ابيض. البون لازم مبين ابيض. The blood مبين ابيض. Something like this. But this is the soft tissue surrounding the patient lungs. لازم يكون دائما ايش؟ ما فيهم غاز. Soft tissues is a non-gaseous material. لازم يكون دائما homogeneous white colored materials. Suppose that انه في عندك والله black dots or black lines in the soft tissue. This means انه there is a gas in the soft tissue. وجود الغاز in the soft tissue means what? So cutaneous emphysema. بالضبط. And there is an emphysematous change in the soft tissues. ومسميها cutaneous emphysema or what we call surgical emphysema. And a surgical emphysema around the chest always means انه في عندك نيموثوراكس. فدائما بيكون عندك inside the lungs there's a pneumothorax. او it could be secondary for example iatrogenic procedures. سواء كان احنا ركبنا للمريض for example chest tube او عملنا مثلا lung surgery something like this راح يظل في عندك subcutaneous emphysema for a while.
أو it could be secondary to esophageal perforations. هون بين عند النيومو ميدستاينم as well as رح يبين في عندك subcutaneous emphysema. واضح؟ إذا أول شيء بهم يعقل soft tissue وتأكد إنه it is a homogeneously white tissue. After that بنبلش نطلع ال bone structures surrounding the lungs. هلا شو من bone structures surrounding the lungs؟ أول شيء في عند الربس. هلا الربس قبل ما نصل للربس أول شيء في عند الكلابيكلز. This is the clavicle. بعدين في عندي هنا lateral border of the scapulas and something very rare إنك تشوف scapular fracture for example. بعدين ممكن يكون مبين معك الأبر بوردر أو الأبر بارت للهيوميروس إذا كانوا موجودات لازم نعلق عليهم. هلا شو بهمني أنا بالبون structure surrounding the lungs أو surrounding the chest؟ بهمني أعرف إنه في فراكشر ولا ما في فراكشر. هلا كيف ممكن أميز إنه there is a fracture؟ هلا radiological definition للفراكشر هي discontinuity with the periosteum. هذا البيريوستيوم هو هذا اللاين اللي كثير شارب لاين اللي أنا بقدر أرسمه هنا بالماوس. This is what we call periosteum. إذا صار في عندي discontinuity with this periosteum يعني for any reason معناها there's a fracture for example. هلا بعد ما نتأكد من هذول الثري bone structures اللي هم مين اللي clavicles والscapulas والupper border of the humerus if it's visible نبلش نقرأ بالrib shadow الموجود covering the lung fields. هلا كون هالrib is going من the anterior part of the patient chest toward the posterior part يعني ملتف حول الchest صح؟ والربس دائما مش جايات هوريزونتال، الربس جاي شويه انكلايند، جاي مايله، مايله يعني بمعنى اخر انه الجزء الامامي تبعها مش على نفس مستوى الجزء الخلفي للرب. This is why انه الرب دائما لها تو شادوز، لها انتيريور شادو ولها بوستيريور شادو. خليها دائما ببالك انه الموست فيزيبل شادو على الاكس رايز سواء كنا عم نحكي عن بوستيريور انتيريور تشيست اكس راي ولا anterior posterior chest x-ray, the most visible shadow is a posterior rib shadow. فهذا الشادو اللي كثير واضح معي is a posterior rib shadow. It's not the anterior rib shadow. هلا ال faint shadow, this is the first faint shadow. هلا this is the second faint shadow. This is what we call it the anterior rib shadow. وانا كيف نميز بيناتهم ولا the anterior ولا posterior؟ دائما posterior rib shadow is directed downward laterally, downward laterally, downward laterally. The anterior rib shadow is something faint, مش كثير واضح. Again, it's directed downward medially. Downward medially. Downward medially. طب أنا شو بهمني بهاي الحالة؟ ليش أنا بقرأ الريب شادوز؟ بقرأ الريب شادوز مشان أتأكد إنه في فراكشر بالريبز أور نوت، خاصة إذا كان جايين patients secondary to trauma, for example, secondary to road traffic accident, and he's complaining from a chest pain. أول شغلة لازم تخطر ببالك إنه it could be secondary to rib fracture, for example. معناها أي discontinuity بالperiosteum of the ribs means إنه there is a rib fracture. والموست كومن سايت للفراكشر از بوستيريور ريب شادوز اتس نوت ذا انتيريور وان. هلا الشغله رقم اثنين بيهمني كمان اعرف فيها، هل اللنج فيلد اللي مبين امامي از هايبر انفليتد وان ولا ات از ا نورمالي انفليتد تشست؟ هلا كلمه هايبر انفليتد تشست مينز انه اذا بدي اعد البوستيريور ريب شادو، ذيس از طبعا ذا سكند بوستيريور ريب شادو، ذيس از ذا فيرست وان، هون اصلا الاكس راي از نوت ا جود اكسبوزد اكس راي لانه لازم يكون مثل ما حكينا من الميد اوف ذا نيك للميد اوف ذا ابدومن، وانا مش واصلين للميد اوف ذا نيك. Again, it's not from the mid of the abdomen. هنا شيء إذا لاحظين معي the costophrenic angles obliterated bilaterally or they are cutted bilaterally by the X-ray film. Like it is a badly exposed chest X-ray. هلا this is the second posterior rib. هنا third, هنا fourth, هنا fifth. هنا بلش أنا عد the shadows of the posterior rib. إذا كان the number of the shadow of the posterior ribs that are covering the lung field more than 9, معناها it's a hyperinflated chest. بشرط واحد انه يكون the number of the anterior rib shadow which are covering the lung field more than 7. اذا كانوا more than 7 anteriorly and more than 9 posteriorly معناها it's a sign of hyperinflated chest. واضح يا جماعه؟ اي سؤال لهون قبل ما نكمل؟ هل في عندي signs ثانيه؟ اه تفضل. بس ثواني خلينا نشوف احنا الصوره نعدهم كم وحده هذول، هذول بيجوا 9 هيك صح؟ هم ما بيكونوا posterior review. posterior في عندك تقريبا 11 rib shadow covering the lung fields. anterior في عندك تقريبا 8 rib shadow covering the lung fields. لكن انا بحكي لك انه this is not a hyperinflated chest. لانه hyperinflated chest لها خصائص اخرى. من خصائصها for example انه لازم يكون الديافرام more flattened. اثنين لازم يكون الريب شادو مور هوريزونتال بطل دايركت داونورد ميديالي او دايركت داونورد لاترالي.
إذا كنا نحكي عن anterior أو posterior respectively لازم يكونوا more horizontal. ال intercostal spaces هاي ال intercostal spaces ما بين تورب and ما بين to adjacent tubes هاي مسمية intercostal spaces بالهايبر infectious بيكون wider and بيكون more horizontal. وآخر خاصية الميدستاينم بالهايبر انفلاتد شادو بيكون نارود وان، والكاردك شادو أجين بيكون بوشت داونورد ميديالي توورد الميجاستريك، والميدستاينم كامل مع الكاردك شادو بيبين as a funnel shape مثل الفاصلة هيك بيكون مبين. واضح؟ فضول الخصائص كلهم مش موجودات بهاي الإكس رايز، الموجودة فقط فيهم إنه والله number of the ribs posterior ribs that are covering the lung fields more than 9 والنمبر of the anterior rib shadow which are covering the lung field more than 7 yes. لكن باقي الخصائص مش موجودة. كونه باقي الخصائص مش موجودة هيك بما تقدر تحكي نور it is a hyperinflated chest X-ray. واضح؟ تمام دكتور. أيوة. كيف بقدر أسوي confirm لل anterior rib fracture؟ تمام. هلا إذا كان عندي أنا suspicion والله there is a rib fracture، هون بنطلب إشي بنسميه bone view chest X-ray. bone view معناها بخلي فين الأشعة يزيد الدوز تبعت الاكس راي. لما بزيد الدوز راح يبين معي البون ستراكشرز مور اوبفيوس. هنا فعلا بقدر اتاكد 100% اذا كان في ديسكونتينيوتي اذا بيرستيم اور نوت. واضح؟ تمام دكتور يسلمو. تمام. هلا اخر بون ستراكشرز لازم اعلق عليهم هم الفيرتيبرال كولوم اوف ذا ثوراسيك فيرتيبرال كولوم من T1 الى T12. اجين اذا كانت في الهايتنس اوف ذس فيرتيبرال شادوز از in comparison طبعا هنا انت بتقارن كل vertebral body مع ال vertebral body اللي فوقي واللي تحتيه. اذا كان one of these vertebral body مثلا height او ارتفاعها is lower او smaller than the upper one او the lower one this means we'll find مثلا compression fracture هون. او اذا كان find for example translucent shadows. translucent shadow يعني اشي هيك فاتح او اشي يعني ممكن تحكي عنه gray shadow او ممكن تحكي عنه is a black shadow inside أو black cyst مسميها inside the vertebral column هي مسميها osteolytic lesions بين عندي بالvertebral column. واضح؟ حتى إذا كانت the X-ray is an overpenetrated one وإحنا to judge well around the vertebral column هنا نطلب bone view. يعني لازم نزيد هنا the X-ray beam dose in order to see the bone structures بطريقة أوضح. ليك again دائما البون فيو اكس رايز it is an over penetrated chest x-ray. This is why بقدر اتفرج كمان على intervertebral disc اذا كان فيهم calcifications اذا كان فيهم narrowing for example in comparison with each others. هيك هم هذولهم mainly البون structures لازم اعلق عليهم. اذا لازم اعلق على clavicles على ribs posterior and anterior shadows. لازم اعلق اذا كان عندي visible the upper part of the humerus لازم اعلق على vertebral column اللي surrounding the chest x-ray. هلا بعد هيك منعلق على اللنجز او على الميدستاينم. هلا يوجوالي انا بحب اعلق اول شيء على فور اكزامبل بنبلش نعلق على الميدستاينم بعدين بنعلق على اللنج فيلدز. هلا الميدستاينم بنقسم عندك الى ابر ميدستاينم. كلمه ابر ميدستاينم يعني فروم ذا كراينا اند ابوف ذس ذا ابر ميدستاينم. فين ذا لوور ميدستاينم. هلا فيرست اوف اول خلينا نعلق على اللوور ميدستاينم. اللوور ميدستاينم كونتينز وات والهارت صح. شو بيهمني تحكيني عن الهارت او شو بيهمك انك تعرف عن الهارت او شو الشادو للهارت كيف مبين معك اذا هوموجينوس ولا هيتيروجينوس. if it's a heterogeneous this means انه في problems اما anterior to the cardiac shadow او posterior to the cardiac shadow. فلازم يكون دائما the cardiac shadow is a homogeneous one. الشغله رقم 2 البوردر للكارديك شادو this is the border of the heart. البوردر للهارت لازم يكون well demarcated one. كلمه well demarcated heart borders means انه انت والله بخط ايدك او بالقلم تقدر تحط عليهم lines. This is the cardiac border. This is the left cardiac border and this is the right cardiac border. Suppose that والله the cardiac borders مش كثير واضحات اما على اليمين او على اليسار. This means دائما انه في عندي pathology مش بالheart. Pathology باللنجز surrounding the cardiac shadow. هلا which loop دائما surrounding the cardiac shadow؟ والright middle loop اذا كنا عم نحكي عن right cardiac border and the lingular lung loop اذا كنا عم نحكي عن left cardiac border. اذا again اذا شو بهمني انا لما اتفرج على الهارت لازم يكون homogeneous one. اثنين لازم يكون cardiac borders is well visible one. ثالث شغله بتهمني فيها ايش بنسميها الكارديو فرينيك انجل.
This is the diaphragm, left hemi diaphragm, and this is the cardiac border. The cardiophrenic angle is the same as a well-sharp angle and a well-demarcated angle. It could be an obscured angle or blurred angle, especially in old age, secondary to fat bed. When one is in a fat deposition, for example, this is elderly something normal. واضح يا جماعة؟ الأهم شغلة بالكاردك شادو لازم أحكي عن السايز والكاردك شادو. هل في عندي كاردو ميجري ولا ما في عندي كاردو ميجري؟ كيف بحدد أنا الكاردك شادو سايز؟ الكاردك شادو سايز له طريقتين بالتحديد. The most accurate one هي like this. برسم هنا imaginary line على spinous process of the lower thoracic vertebra اللي behind the cardiac shadow. بعدين بشوف أبعد نقطة من الرايت كاردك بوردر عن هذا اللاين وأبعد نقطة من الليفت كاردك بوردر عن هذا اللاين وبجمع هذول التو ديستانسز بقارنهم مع الـ widest lower chest diameter. إذا كان more than 55% of the lower chest diameter, this means إنه في عندي كاردوميجالي. أو الطريقة الثانية وهي الأسهل وهي less accurate إنه خلص مباشر هيك أنا برسم imaginary line للـ widest cardiac diameter بقارنه مع الـ widest lower chest diameter. وأنا مبين معي there is a cardiomegaly صح؟ لأنه هذا أكبر من 55% من الـ widest lower chest diameter. واضح يا جماعة؟ هي هاي الطريقة اللي احنا دائما نستخدمها صح دكتور؟ ايش؟ هي هاي الطريقة المعتمدة بشكل دائم. Yes, this one. Yes, you are right. لكن إذا بدك يعني more accurate one لازم ترسم هذا اللاين وتشوف بعد أبعد نقطة من يمين الهارت عن هذا اللاين وأبعد نقطة من يسار الهارت عن هذا اللاين تشوف مجموعهم مقارنة بالـ widest lower chest diameter. ولازم بالposterior review صح؟ هاي شغلة مهمة برضه. Yes, لازم تكون دائما posterior anterior review. والشغلة الثانية المهمة لازم يكون الكاردك بوردر عندك كثير واضح عشان والله أقدر أحدد where is the widest diameter of the heart. هلأ roughly بصورة يعني هيك بدون ما تحسب هالحسابات هاي كاملة إذا تقارن الكاردك شادو مع one lung field شادو إذا كان الكاردك شادو أكبر من one lung field شادو معناها في عندي كاردوميجالي. واضح؟ فدائما لازم يكون اما مساوي لحجم 1 لانج فيلد شادو او اصغر منه شوي. اي سؤال هون يا جماعه؟ اذا هذا اللي بيهمني نعرفه باللور ميدستاينم. فباللور ميدستاينم لازم اعلق اول شيء على الكاردك شادو هوموجينس ولا هيتيروجينس، على الكاردك بوردر اذا فيزبل اور نون فيزبل كاردك بوردر، وحكينا اذا كان الكاردك بوردر بواحد من الجهات از بسكيورد او ذير از هيزنس اوفر ات. هاي الساينز بنسميها سيلويت ساين. سيلويت ساين means always انه في عندي اذا كنا عم نحكي احنا عن الرايت كاردك بوردر it always means انه we have a right middle lobe pathology. اما اذا كان الهزنس وانا موجود عندي على الليفت كاردك بوردرز this is also called سيلويت ساين and it is called left سيلويت ساين which means انه في عندي left lingular lobe problem. اخر شغله لازم نعلق مباشره على الكاردك سايز. الكاردك سايز حكينا this is the simplest way, you know, by estimating the widest diameter of the heart shadow and compare it with the widest diameter of the lower chest shadow. And if it is more than 55%, this means we find always cardiomegaly. أي سؤال هون يا جماعة؟ Any question؟ هلا بعد هيك نبلش نقرأ اللنج فيلدز. هلا in general اللنج فيلدز هي عبارة عن black background. خلينا ندور على صورة أوضح شوية. Like this, for example, in the black background. While the black background is penetrated from the hilums bilaterally with white lines. هاي white lines, إذا متفرج عليها, the diameter تبعها عم بقل شوي شوي while we are going to the peripheral side of the lung. وهاي white lines مش واضحة ولا هي مبينة على lateral border of the, أو مثل lateral third of the lung fields. Again, هاي white lines مش عم تصل the domes of the lung أو the apices of the lung. إذا كانت هاي الوايت لاينز دائما تتبعها كثير واضح and it reaches the lateral third of the lung fields and reaching the domes of the lung هنا بنسميها congested lung fields وهي واحدة من الساينز of pulmonary edema for example. واضح يا جماعة؟ هلا this is the lung fields حكينا it's a black background penetrating by a white lines. White lines هي main bronchopulmonary lines يعني هي bronchial tree and the pulmonary visceral tree. The origin of the lines has been from the hilum and directed to the peripheral side or directed laterally and directed to the upper part of the lungs.
إذا وصلت الدومز معناها في عندي كونجستنس، وهي الساينز إذا وصلت الدومز بسميها كيفالايزيشن أو سيفالايزيشن. إذا وصلت اللاترال ثيرد، هاي اللاينز وصلت اللاترال ثيرد of the lung fields، وأنا بسميها signs of congested lung fields، وبتبين usually as a horizontal lines بسميهم curly B lines. واضح يا جماعة؟ أي سؤال لهون؟ تمام. هلا شو أنواع lung infiltrates؟ Usually we are talking about five types of the lung infiltrates. أول نوع بسميها reticular lung infiltrate. كلمة reticular إنه هاي اللي black lines صارت كثير prominent، صارت كثير واضحة. This is a reticular lung infiltrate. هذا reticular lung infiltrate مبين معك إنه واصل ولا upper lobes والupper zones. نقدر نحكي هنا it's a zone, it's not a loop. نفس الشيء كثير واضح بالmiddle zone وكثير واضح باللower zone. هلا this infiltrate إذا بحكي عنه it's a diffuse reticular lung infiltrate. Diffuse معناها إنه involving كل lung fields اللي مبين قدامي. هلا سميناها reticular لأنها عبارة عن lines just مثل الخطوط مبين over the lung fields. إذا كبرتها بتبين معك like this. This is a reticular lung infiltrate. هذا أول نوع من أنواع lung infiltrate. واضح يا جماعة؟ هلا ثاني نوع من أنواع lung infiltrate نسميها patchy lung infiltrate. Patchy lung infiltrate إنه هاي الخيوط صارت كثير condensed، عملت like the clothes pieces over the lung fields، أو كأنك عم تطلع على lung field من منخل، إيش مثل هيك. So this is what we call it patchy lung infiltrate، أو نسميها coarse reticular lung infiltrate. فهاي الخطوط صارت كثير قريبة من بعضها وصارت كثير condensed. مبيني معك for example إنه these for example patchy infiltrate more prominent على lower zone أو على lower part of the lung fields. كلمة lower zone لا تعني lower loop. واضح يا جماعة؟ هلا third abnormalities أو third infiltrate what we call it نسمنا صار COVID-19 هي nodular lung infiltrate. Nodular lung infiltrate إنه بيكون في عندي around mass like this أو round opacity لكن diameter لهاي opacity less than 2 سنتيمتر، أقل من 2 سنتيمتر. لا إذا كان الدايمتر تبعها مور ذان 2 سنتيمتر هنا سميناها ماس، بطل اسمها نوديول. فالنودولار شادو أو نودولار انفلتريت is a small dots inside the lung fields and the diameter of these dots is less than 2 سنتيمتر. For example هنا مبيني معي this is a dot هون كثير obvious، هنا في عندي another dot in this area for example. هنا في عندي نفس الشيء there is a nodular shadows in this area مسميها parahilar shadow هنا لأنه قريب من اللفت هايلم. هنا again في عندي a small nodular shadow like this موجودة على right lower zone something like this. هلا إذا كان في عندي multiple dots أو multiple nodules like this and هاي nodules are variable in sizes يعني size تبعهم مش واحد it is always means إنه في عندي metastatic lung problem في عندي mets على lung. ليك لازم ندور دائما على primary cancer. فهنا it is a cancer موجود in this patient and this cancer reached his lungs. فبين usually metastatic lung cancer as this shadows بسميها multiple nodular shadows variable in sizes. بكون diffuse one involving كل lung loops. هلا إذا بتطلع مثلا على هاي الإكس-راي من الجهة الشمال النظرة الأولى إليك راح تحكي إنه والله إنه it is a patchy or diffuse patchy infiltrate. يعني it is a coarse reticular infiltrate covering the lungs all over. You are right. لكن هاي الاكس رايز اذا بتدقق فيها اكثر راح تلاقي والله انه فيها نوديولز. هاي نوديولز فور اكزامبل يعني ذير از ا دوتس مبينه عندك اند اتس ا نودلر شادو ديفيوز نودلر شادو ان بتوين ذيس نوديولز فين دي لاينز. ذيس كايند اوف اكس رايز مير ريتيكولو نودلر ابييرنس. ريتيكولو نودلر ابييرنس باي ذيس ابييرنس ميني هاي الاكس رايز خليها دائما بالك واحفظها انه ذيس فورم اوف اكس رايز يوجوالي سجستيف لسمثينج اسمها ميلياري تي بي. هاي الاكس راي نفسها اذا روح نصور المريض سي تي تشست رح تاخذ ان شاء الله على سنه خامسه شو هم السي تي فيوز في شيء مسميه كورونال فيو في شيء مسميه ساجيتال فيو ذيس از ساجيتال فيو هاي مسميه اكزيال فيو يعني هنا قسمنا اللنجز الى اكسس اند في اخر شيء مسميه كورونال فيو. كورونال فيو يعني بتكون من انتيريور بارت للبوستيريور بارت بين از بلينز انتيريور تو بوستيريور بارت وير ايفر. This is the axial view and this is the sagittal view for example. هنا إذا صورنا هذا المريض صاحب الإكس راي هاي صورنا CT chest راح يبين معك إنه small dots all over the lungs. هاي الدوتس بتشبه this kind of seeds.
هاي مسمية الميليا سيلز، هي حبوب الدخن، اللي من هون طلع اسم الميلياري تي بي. فthis is the appearance أو الإكس راي appearance of the miliary TB and this is the CT appearance of the miliary TB. ليش سميناها miliary؟ لأنه هاي الدوتس تشبه this kind of seeds something like this. واضح يا جماعة؟ هلأ النوع الخامس من lung infiltrate، حكينا وش عن reticular lung infiltrate، عن patch lung infiltrate، عن medullar lung infiltrate، عن reticular nodular lung infiltrate، وآخر نوع هو ال opacity. The opacity lung infiltrate means there is a problem over the lung fields, and it is usually the appearance of this problem بيشبه the cardiac shadow appearance. ليش سميناها opacity؟ لأن like the cardiac shadow appearance بنسميها هنا opacity. For example, there is one an opacity. لما بتحكي إنه في عندك opacity لازم نعلق أول شيء. Where is the site of this opacity? Is it a central opacity or a peripheral one? بعدين لازم تحكي عنها. قديش it is a well demarcated ولا poorly demarcated. كلمة well demarcated معناها border of this opacity بتقدر ترسمها هيك بخط ايدك like this. But then you have also to judge about the size of this opacity. هل هي radiological size تقريبا هون مبيني معك والله it is around 3 by 3 centimeter something like this. And it is a peripheral one, it's not a central one. مش طالع من الهاينم invading the lung field، جاي تقريبا من ال plural sac invading the lung field something like this. بعدين لازم تحكي لي عن هاي ال opacity، هل هي homogeneous ولا heterogeneous؟ لأنه هون مبين it is a little bit heterogeneous. ليش heterogeneous؟ لأنه فيها side that there is a black lines. إذا مبين معكم هاي شايفين ال black lines inside this opacity. هاي black lines الموجودة بنسميها air bronchogram. And the appearance of this black lines always means you know it is a consolidation. واضح يا جماعة؟ But this is a consolidation. معناها إنه في عندي نيمونيا in this condition. Again هون بتفرج هون على الـ left lung fields. Left lung fields هون على lower part في عندك fine reticular infiltrate على lower part. هاي الكاردك border من هنا واضح. هلا left right cardiac border مش واضح صح؟ راح تحكي لي دكتور هذا هو right cardiac border، بحكي لك لا هاي it's not a right cardiac border. هذا it is one of the bronchial trees. One of the secondary or tertiary bronchioles. نازل عندك الشادو تبعه. It's not a cardiac border. Again, هون opposite the heart, فيندي it's an opacity. This is not a hemidiaphragm. هذا مش الديافرام يا جماعة. الديافرام لازم يكون على نفس المستوى اللفت هيميدايفرام. This is the lift hemidiaphragm. معنا شوي هازي هون اللفت هيميدايفرام. راح نحكي عن الموضوع هذا بعد شوي. هنا الرايت ميديافرام دائما لازم يكون على نفس مستوى الليفت ميديافرام، وانا مش مبين معاه على نفس مستوى، وبالتالي it is not a left ميديافرام، this is not a right ميديافرام. إذا معنى آخر هون الجاي opposite للهارت، it is what؟ it is an opacity. هاي الـ opacity it's a heterogeneous opacity لأنه فيها black lines مبين معنا، وكونه صار فيها black lines inside the opacity معناها it is a consolidations. هلا الـ upper border تبعها واضح معك and is a sharp upper border. حتى الـ upper border هنا ماشي مع الفشر، مع الـ lung fissure، مع الـ horizontal fissures صح؟ لكن هنا بنقدر نحكي it's a collapsed lung. هنا بنسميها collapsed consolidations، كون الـ upper border هنا واضح. Again هنا الـ lower border لهذه للـ opacity اللي موجودة عندي هون كثير واضح. وماشي نفس الشيء مع الـ lung fissures. لكن هنا بنقدر نحكي عنه again it is a collapsed consolidation area. واضح يا جماعة؟ اي سؤال هون دكتور؟ ايوه بال opacity lung infiltrate ما بحتاج اطلب lateral chest x-ray؟ ممكن تحتاج تطلب lateral chest x-ray in order to know where is the site exact site. لكن مثلا عندي هون كان الرايت cardiac border رايح again الرايت hemidiaphragm رايح، فانا بقدر هنا to judge انه this opacities ماكلي عندي right middle loop and the right lower loop. واضح يا جماعه؟ تمام دكتور يسلم. Order to from the anterior posterior or posterior anterior chest x-ray to know where is the site of the opacities. مباشرة نطلع على cardiac border. أنا هنا cardiac border واضح. بعدين نطلع على الهيميديافرام. هنا right hemidiaphragm again واضح. معناها this opacities على الأغلب وين موجودة؟ بال upper loop. إذا كان cardiac border فيه hazyness سميناها silhouette sign معناها it's a middle loop problem. إذا كان diaphragm for example هنا diaphragm is not a sharp well demarcated hemidiaphragm على the left area. معناها there is again an infiltrate
هذا الانفلتريت فالف بيكون موجود على الليفت لور بوردر او سوري الليفت لور لوب. لكن الهيمي ديافرام هون مش كثير واضح. الكاردك بوردر هون واضح. This means انه اللينجولار لوب ما فيه مشاكل والابر لوب هون ما فيه مش مشاكل. وان الكاردك بوردر على الرايت سايد مش واضح والرايت هيمي ديافرام مش واضح. This means انه this opacity is موجودة على الرايت ميدل اند رايت لور لوب. واضح يا جماعة؟ واضح دكتور. طيب الآن إذا كان فيها شد الصورة هذا بيدل على إنها كونسلديشن يعني إذا مش وايت بالضبط. هلا إذا كان الشادو اللي مبين معك as an opacity penetrating by black lines معناها it's a consolidation. وهي black lines بسميها air bronchogram. If it is like this for example هلا هون هاي الopacity is it central ولا peripheral؟ شو رأيكم؟ central. Central. It's a well demarcated ولا poorly demarcated؟ تقدر ترسمها بخط ايدك واضحه؟ yes well demarcated well like, not a, a regular borders it's an irregular border صح؟ homogeneous ولا heterogeneous شو مبين معكم يا جماعه؟ hetero yes it's a heterogeneous it's an central heterogeneous irregular border well demarcated opacity. شو differential diagnosis for such a problems؟ شو ممكن يكون في differential diagnosis جاي من الهايلم directed toward the lung fields؟ ممكن تكون لنج كانسر يس. ممكن تكون ليفت هايلر ليمفادينوباثيز كمان يس. يعني ليمفاتيك ماس كمان يس. ممكن تكون كونسوليديشن انلايكلي لكن ون اوف ذا ديفرنشال دايجنوستس يس تو بي كونسوليديشن لكن على الاغلب ات از لنج ماس. الاجين هون على هاي الجهه الكاردك بوردر هون واضح معك يس واضح معي. الليفت ميديافرام واضح again yes lift me there from واضح معناها this opacity على الاغلب وين موجوده في في الليفت بالليفت upper صح طبعا لو اللينجولار لوب مش متاثر لكن الليفت كاردك بوردر واضح اللور مش متاثر لكن الليفت مي ديافرام نفس الشيء واضح. طيب الان يعني احنا نقسم اللنج على اساس انها زون يعني upper زون ولور زون يعني ولا كيف ولا as loop zones تقدر تقسمها إلى loops لكن loops more accurate description. لا الزون هي بتقديرك this is the upper zone هذا middle zone هذا lower zone هو تقديريا الزون لكن كلمة zone لا تعني loop. أي سؤالون يا جماعة؟ تمام هيك الوضع دكتور. تمام هلا هنا مثلا على هاي الإكس-ray شو مبين معنا؟ there is an opacity هاي الأوباسيتي is a homogeneous one. It's تقريبا 10 by 5 سنتيمتر. It's a regular border one. Well demarcated one. إذا نطلع على الجهة الثانية opposite to this opacity there is a breast shadow. فهنا مثل ما حكينا لكم the history of the patients is a very important one. And this is an X-ray for a lady underwent a right mastectomy for a breast cancer. وعملت conservative surgery فنحط لها for example a silicone bag in order to maintain the contour of her breast. But this is usually a silicone bag. And in order to confirm your suspicion, هنا مصور المريضة إيش؟ lateral, أو مسمية right lateral chest. So رح يبين معك, this opacity is something extra thoracic, it's not an intrathoracic one. Okay? دكتور, ليش الهارت مش مبين كتير؟ وين؟ هون؟ هاي هون. لا واضح هون دكتور, كثير مبين, لكن a small one. هنا again هنا واضح الهارت. هاي صح واضح بس الثانية لا. لا واضح دكتور كثير واضح ما في مشكلة. لا هون مثلا شو المشكلة عندي؟ شو مبين معي هنا على الليفت لور زون؟ شو في عندي هنا على الليفت لور زون؟ وايتش لانج دكتور. إذا هنا في عندي اوباسيتي صح؟ اوباسيتي سميناها اوباسيتي ليش؟ لأن الشادو تبعها بيشبه الكاردك شادو. إز هوموجينوس ولا هيتيروجينوس؟ هوموجينوس تمام. هل الليفت ميديافرام واضح؟ لا لا. الليفت كاردك بوردر مبين؟ لا ما لا. لما نطلع على الابر بوردر اوف ذس اوباستي هاي الابر بوردر الاوباستي از دايركتد لاترالي توورد ذا اكزيلا صح؟ مش جاي ستريت مش جاي دايركتد داون وورد لاترالي جاي اب وورد لاترالي كونه اب وورد لاترالي توورد ذا اكزيلا ذس ساينز بنسميها منسكس ساين. والمنسكس ساينز هاي إذا كانت موجودة like this فأي opacity homogeneous like this with an upper border directed toward the axilla
it's always assigned for a pleural effusion. I'm saying hydrothorax. معناها هاي كلها fluid يا جماعة. It's not a consolidation. It's not a mass. آه كونك أنت حكيت دكتور ما فيها شادو، أنا ركزت على كلمة شادو برضو هي مش موجودة هنا أو ال. إذا it's a homogeneous one ما فيها lines. Yes you are right. Homogeneous shadow. والأبر border وهي أهم خاصية. In order to know if it's a fluid or not. الأبر border للفلويد دائما directed toward the axilla. Again هون الأبر border for this opacity is directed toward the axilla. هاي signs بسميها meniscus sign. وagain this signs is indicating a hydrothorax. واضح يا جماعة؟ دكتور ليش بيكون directed toward the axilla؟ من خصائص الفلويد صديقي إنه usually فيه إيش مسميه قوة تلاصق مع البلورال ساك. فأنت مثلاً لما تتفرج على كاس الشاي مثلاً صح؟ بتذكر المعلومة هاي قديمة بتلاقي دائماً upper border الفلويد is going upward أو lateral border is going upward لأنه بيكون متلاصق مع الكاسة. هنا again الفلويد نفس الشيء بيكون متلاصق مع البلورال ساك فال upper border تبعه بيكون directed upward. ليه يكون معك شدو إنه ذلك تورد أجزلة؟ تمام دكتور اسلام. أوكي. هلا هاي الإكس راي طلع أنت مثلاً على الرايت وان أو سوري على الليفت وان. This is the left lung field. هاي الليفت lung field. أول شيء it is an over penetrated chest X-ray. ليه كل شيء فيها مبين obvious كثير. بين هاي lines كثير obvious. بين the black appearance of the lung field كثير كثير black صح؟ And it is not a well-exposed X-ray. It's a poorly exposed X-ray. لازم ما حكينا تكون من mid of the neck, the mid of the abdomen. وانا حتى the upper domes of the lung مكسوسات والكوسفرينيك angle bilaterally نفس الشيء مكسوسات. هلا this lung field من هاي الجهة it's a normal lung field. حتى lines صحيح انهم كثير واضحات لكن مختفيات على lateral third مش كثير واضحات من lateral third. وagain the domes of the lung مش كثير واضحة تحكم عليها في equalization or not. هلا تفرج هنا انت على the right lung field. هلا the lateral part of the right lung field كثير black darkness as a clear black shadow ما فيه lines at all. لما بين معك the lateral third like this it's a clear black without any lines penetrating it this size of pneumothorax. To confirm it وانا دائما pneumothorax بضغط اللنج الموجودة جنبه. فهنا this is a shrinked lung field. وفيها عندك بتقدر يعني تقسم البلاك أو البيور كلير بلاك شادو from the lung field by this lines. تقدر ترسم وانا بخط ايدك هذا lines. هذا line اسميه البنسل line. والبنسل line usually reflecting the visceral pleura. So this is the pencil line. واضح يا جماعة؟ أم اسميه بنسل. واضح دكتور. For this clear, pure black appearance of the lung field, it's an indicating of the pneumothorax. يعني هي right pneumothorax, دكتور. Right pneumothorax, exactly. دكتور بالسؤال ال line هذا اللي أنت حكيت عنه ممكن أنا أشوفه بأي pneumothorax يعني بكون واضح هو ولا كيف؟ بكون إذا تشوفه بأي pneumothorax بكون واضح خاصة إذا كانت the X-ray is an over penetrated one. وأنا بينه معه is an over penetrated chest X-ray. صح؟ صح صح دكتور. Again. هلا هون في عندي أنا obesity وهاي ال obesity is a homogeneous one. The upper border لهاي ال obesity جاي straight horizontally straight. مباشرة لما بتشوف obesity like this وال upper border تبعها is a straight one احكي عنها مباشرة وانت مغمض it's a hydropneumothorax بمعنى آخر في عندي pleural effusion and again there is a pneumothorax over this pleural effusion and this is a pneumothorax shadow. هذا الشادو تبع pneumothorax. هذا هو البنسل لاين إذا مبين معكم. أيوة أنا برسم قاعد فيه بالماوس. This is the pencil line and this is the pneumothorax وهذا اللي تحت pneumothorax is a hydrothorax. مباشرة الهايدروثوركس العادي اللي موجود لحاله لازم يكون upper border تبعه directed upward toward the axilla سميناها meniscus sign. If the upper border of the hydrothorax is a flat horizontal one مباشرة أحكي عنها it's a hydropneumothorax. أي سؤال هون يا جماعة؟ والله دكتور بس عيدها مرة ثانية. هلا if it is just a hydrothorax أو pleural effusion فقط يعني fluid فقط لازم يكون upper border لهذا الفلويد directed toward the axilla like this.
هاي الأبر بوردر للفلويد دائما دايركت توورد الأكزيلا. لكن إذا كان أبر بوردر له أي هوموجينس شادو is a straight horizontal one like this, معناها هنا في عندي تو باثولوجي, عندي هيدروثوركس تحت, في عندي غاز عم بيعمل بريشر على الأبر سيرفيس of the fluid ليك خلاها straight. This is why we call it hydropneumothorax. دكتور مش ممكن يكون consolidation؟ لو كان consolidation دكتور الأبر بوردر ما بيكون straight like this. لو كان consolidation بيكون like this. For example, this is a consolidation. The upper border تبعها directed downward medially أو laterally sorry. نازل لتحت. ما بيكون straight. إذا كان straight معناها دائما hydropneumothorax. دكتور الهيدروبنيوموثوركس بيكتشر بالإكس راي هي posterior anterior view, عشان هيك مثلا التريكيال ديفيشن مش مبين. لا هلا تصل لنا التريكيال ديفيشن لازم يكون نيوموثوركس is a big one, أو الهيدروثوركس لازم يكون is a big one حتى يعمل pushing التريكيال away. يعني for example هون هلا هاي شو مبين فيها؟ هل الـ right lung field واضح؟ لا هاي شو بنسميها؟ massive بنسميها right white lung. هلا شو differential diagnosis لـ white lung appearance؟ obesity دكتور اللي هي عبارة عن بلورال فيوجيا ممكن تكون ما لا مستحيل. إذن either ممكن يكون مثل ما حكى زميلنا والله في massive hydrothorax, في massive pleural effusion خلاص covering all over the lung fields. Yes you are right. أو ممكن تكون هاي اللنج انشالت كلها بعملية اسمها pneumonectomy, أو ممكن تكون هاي اللنج كلها مسكرة. معنى آخر إنه في عندي for example a mass أو في عندي foreign body على right mini bronchus سكر اللنج, هاي اسمها collapsed lung صارت. Like again ما فيها gas, كونه ما فيها غاز راح تبين as a white one. واضح يا جماعة؟ طب هلا كيف أنا بدي أعرف is it really a collapsed lung ولا it is a massive right pleural effusion for example. هنا من tracheal locations. هلا إذا كانت massive pleural effusion شو بدي يكون عندي وانا tracheal location it will be pushed away صح؟ بدي يكون رايح toward the left side. لكن إذا كان عندي collapsed lung the tracheal shadow بدي يكون pulled toward it. مزبوط؟ هون التريكيال شادو شو مبين معنا؟ وين رايح؟ downward to the right side صح؟ تريكيال شادو معنى آخر هون في عندي هيدروثوركس ولا كولابس لنج؟ كولابس لنج تمام واضح يا جماعة؟ وين شادو؟ أنا مش شايفه صدقا هذا التريكيال شادو صديقي أيوه التريكيال لك أوضح من هيك شادو؟ لا واضح تمام لا for example هون شو مبين معنا هون؟ Again it's a right white lung. هل هي collapsed lung؟ هل هي pneumonectomy؟ هل هي hydrothorax؟ massive hydrothorax أو massive pleural effusion. This is the tracheal shadow. شو مبين معنا هون بالtracheal shadow؟ It's pushed away صح؟ حتى الكاردك شادو كله هذا الكاردك شادو كامل Again it's pushed away يعني كل الميلستانم is pushed away. معنى آخر هاي إيش؟ شو لازم تكون هون؟ pleural effusion. Yes it's a massive pleural effusion. أو it could be a big mass كمان وارد ممكن تكون a huge lung mass كمان وارد pushing كل عملي collapsing بهاي اللنج و pushing كل الميدستينم away from it. دكتور نعم حالة النيوموثوركس بقدر أحدد إذا كانت open أو closed أو tension clinical صديقي تمام دكتور هلا حكينا إذا كان في عندي for example over the lung fields في عندي multiple nodules variable size nodules all over the lung fields like this هاي means what? It's a metastatic lung lesions وهاي lesions شو بسميها؟ بسميها cannon balls chest x-ray appearance so this is the cannon balls chest x-ray appearance you have to memorize it and it always means you know, there is a cancer in the patient body outside the lungs and it's reaching the lungs واضح يا جماعة؟ هلا إذا كان الشادو like this هلا for example هون في عندي أنا شادو هذا الشادو كامل بنسميها opacity يس بدي أحكي عنها opacity it's a homogeneous ولا heterogeneous
هيتيرو. Yes, it's a heterogeneous. لأنه فيه whiteness, فيه black appearance. The upper part تبعه جاي black. وهذا the black appearance مبين معي. It's surrounded by a thick rim. أو مسميها surrounded by a thick lines. Thick white lines surrounding the upper black. هي الكاركترستيك ده lung abscess. ف this is the lung abscess appearance. It's a heterogeneous opacity. الأبر بار تبعها بيكون بلاك والبلاك الموجود هون سراب باي a thick rim. Again, this is the characteristic of lung abscess. هلا هنا again, it's a heterogeneous opacity. هنا الليفت كاردك بوردر مش واضح صح؟ هاي الأوباستي فيها بلاك بابل فور اكزامبل معناها فيها غازز. هاي الغازز again surrounded by a thick white rim. Again, it is the characteristic of lung abscess. كونوا عندي left cardiac border مش واضح. شو سمينا هاي الصين؟ سمينا سلوت الصين صح؟ معناها هاي الأوباستي وين موجودة؟ في الأبر لوب. Yes, it's an upper left loop. Which part من upper left loop? أكيد لما يكون الكاردك border مش مبين على الجهة الشمال معناها which loop is affected? واللينجيولر lung loop صح؟ إذا كان right cardiac border هو مش واضح معناها it is a right middle loop problem. تمام. هلا هون for example شو مبين معي هون؟ obesity. Yes, there is an opacity. Homogeneous or heterogeneous? Hetero. So it's been taken by black lines. This means what? Consolidation. Yes, it's consolidation. هي واحدة من النيمونيا ساينس. Again, هون في an opacity. وهي الopacity موجودة بالليفت ميدل زون, for example. And it's penetrated by black lines. Again, it is a consolidation. الكاردك بوردر عندي هنا واضح. والرايت سوري والليفت ميدافرام عندي هنا واضح. معنى اخر انه ما في عندي انه ذس اوباستي على الاغلب وين موجوده بالليفت ابر لنج لوب. طيب على الجهه الثانيه اجين هون في عندي بتقدر تحكي ذيرز ان اوباستي او بتقدر تحكي ذيرز باتش انفلتريت. هذا الباتش انفلتريت عامل ماسكينج للرايت ميدافرام صح؟ كانوا عامل ماسكينج للرايت ميدافرام. ذس مينز وات؟ وين موجود إذن هاي البروبلمز؟ lower loop. Yes, it's a right lower loop problem. بس إيش هي هاي دكتور؟ could be pneumonia again. بتكون النيمونيا ممكن تيجي على الرايت والليفت سايد سوا؟ ممكن yes. تمام. هلا هون there is Apache infiltrate أو تقدر تحكي عنها obesity مثل ما بدك. هنا الكاردك بوردر على الجهة الشمال واضح. شايفين الكاردك بوردر هون؟ لا لا دكتور الكاردك بوردر مش مبين. لا بس من الفوق من الأبر هي مبين دكتور الجزء العلوي منه. هاي الرايت كاردك بوردر واضح. الليفت كاردك بوردر أبدا مش مبين. تمام. الليفت ميدايفرام كثير واضح. رايت ميدافرام نفس الشيء كثير واضح مظبوط. معناها هاي الاوباسيتيز وين موجوده؟ ميدل زون لينجولر. باللينجولر زون لانه ما في عندي انا ميدل لوب على الليفت لانج. في عندي لينجولر لوب على الليفت لانج. هاي الساينس شو مسميها؟ مسميها سيلويت ساين. تو كونفيرمنت بتروح تصور انت مريضك ليفت لاترال جست اكس راي. هي صورنا ليفت لاترال جست اكس راي. هاي السباين جاي على يسارك سو اتس ليفت لاترال جست اكس راي. الشادو اللنج فيلد anterior to the cardiac shadow above the cardiac shadow ما فيش فيهم مشاكل. posterior to the cardiac shadow and below the cardiac shadow ما فيهم مشاكل. لكن وين جاي المشكله عندي؟ الاوباستي جاي over the cardiac shadow. this is again a confirming signs and it is an angular left lingular loop problem. تمام. اي سؤال هون يا جماعه؟ شو مبين بهاي الاكس راي الموجوده هون على جهتنا اليسار؟ شو مبين هون في هاي الاكس راي؟ وين المشكلة؟ في الرايت دقيقة دكتور. هاي نيموثوركس دكتور ولا ايش؟ ما في نيموثوركس لا. كيو دار شادو يعني البوردر مش واضح.
أي border دكتورة مش واضح؟ تبع الهارت. الهارت. من اليمين ولا من اليسار؟ الرايت. إذا بالضبط إذا الرايت كاردك border مش واضح. أنا هاي شو بنسميها؟ right silhouette signs. معنا على الأغلب في عندي وين مشكلة؟ في lower border of right side. شو هن؟ middle loop problems. وأجين هنا ال left lung field مبين clear ما فيها مشاكل. right lung fields مبين في عندي reticular infiltrate inside it. صح؟ هذا reticular infiltrate عامل masking the right cardiac border. وأجين عامل شوية hissiness بالmiddle part أو بالmedial part of the right mediaphragm. This means إنه هذا الانفلتريت على الأغلب موجود عندي in the right middle loop and in the right lower loop. واضح؟ هنا again هل ال right cardiac border واضح؟ هاي الصورة؟ لا. لا. right mediaphragm واضح؟ a little bit واضح. ما عدا ال lateral part طبعاً مش واضح. إذن هنا في عندي أنا patch infiltrates عاملي masking the right cardiac borders. As well as عملي masking the lateral part with the right mediaphragm. This means that this patchy infiltrate على الرغم إنه موجود هنا على the lower part لكن it is a right middle and right lower loop infiltrate. لا هنا for example again في عندي patchy infiltrate موجود على the left lower zone عامل masking the lower part of the cardiac border وعامل hissiness نفس الشيء لل mediaphragm left mediaphragm. This is why you know this infiltrate again one موجود عندي بالleft lingular loop and left lower loop. الهايلم again لازم نعلق عليهم. This is the hilum. هل الهايلم هون مبينات normal appearance? This is the normal appearance للهايلم. هيك لازم يكون مبين. شادو كثير خفيف. هلا هون الهايلم كثير prominent من الجهتين. كانوا الهايلم هون كثير prominent. الهايلم يتكون من إيش يا جماعة؟ شو الشغلات اللي تدخل للungs through the hilum؟ والpulmonary veins موجودة فيهم. Again في عندك main bronchi right and left main bronchi واخر شيء في عندي lymph nodes. لما يكون الهايلم كثير prominent هل يعني انه blood vessels كبروا؟ جواب لا. هل يعني والله ان البرونكيال تري صارت اكبر؟ كمان لا. اذا البروميننت هايلم always means what? lymphadenopathy. واجين lymphadenopathy هي واحد من signs للinfections. فالهايلر lymphadenopathy هنا bilaterally كمان مبين. اذا في عندي هنا prominent هايلم bilaterally مع for example تقدر تحكي إنه there is Apache infiltrate bilaterally more prominent على the right lower zone. في عندي diffuser reticular infiltrate على the right middle and right upper zone for example. Again في عندي Apache infiltrate على the left middle zone. وهاي Apache infiltrate إذا نحكي عن the right one is obscuring the right cardiac borders and عامل نفس الشيء hissiness over the right mediaphragm which indicates إنه this hissiness or this problems is involving the right middle loop and right lower loop. And the patch infiltrate in the left side is masking the lower part of the left cardiac border and عامل hissiness over the left mediaphragm, which means you know this infiltrate is over the right left lingular and left lower loop. هيك نقرأ الـ X-rays. دكتور التشخيص بالصورة السابقة بالباتش انفلتريت نيمونيا وبالصورة اللي جنبها دكتور on the left side again نيمونيا تمام. هلا هون شو مبين معكم؟ heterogeneous opacity. heterogeneous yes I agree with you. وين موجودة هاي heterogeneous؟ على right lower zone. عامل masking the cardiac border a little bit. عامل masking the right mediaphragm yes. شو مبين معي right mediaphragm؟ the upper border لهاي ال opacity is it directed upward toward the axilla؟ جواب لا. the upper border is a straight one directed downward. معناها هاي ال opacity means what؟ gas. هاي الـ opacity indicator consolidation. تمام. هلا كونه الـ upper border تبعها is a well demarcated one. هاي الـ consolidation شو بنسميها؟ collapsed consolidations. واضح يا جماعة؟ تمام. هلا آخر شغلة لازم نعلق عليها واحنا عم نقرأ الـ X-rays. إذا أول شيء حكينا بنعلق على الـ outer part of the X-ray. نشوف السوفت تيشوز بعدين نشوف البون بعدين بنعلق على الميدساينم الابر 1 اند ذا لوور 1. حكينا على اللوور 1 بهم تحكي عن الكاردك شادو بهم تحكي عن الكاردك بوردر بهم تحكي عن الكاردك سايز. بعد هيك لازم نعلق على الهايلم بعدين بنعلق على اللونج فيلدز بنعلق
إذا شو أنواع الانفلتريت الموجودة باللنج فيلد and where is the site of this infiltrate. آخر شغلة لازم تعلق عليها هي الديافرام. هلا فيندي أنا تو هيمي ديافرام، فيندي ليفت هيمي ديافرام، فيندي رايت هيمي ديافرام. الأول خاصية بالديافرام لازم يكون أول ديماركيتد ديافرامز، لازم يكون كثير واضحات أمامك. هلا إذا كان one of these diaphragms is a hazy one, this means إنه فيندي infiltrate the lower lobes always. ثاني شغلة لازم أعلق عليها هي الكوسوفرينيك أنجل. الكوسوفرينيك أنجل لازم يكون أول visible one and well demarcated and a sharp one. إذا كانت obliterated معناها في عندك pleural effusion. ثالث شغلة لازم تتأكد منها إنه دائماً left hemi diaphragm is lower than the right hemi diaphragm. ليش دائماً left hemi diaphragm lower than the right hemi diaphragm؟ شو رأيكم؟ heart. إيش ال heart؟ تكون على left. لأنه دائماً the cardiac apex is relying over the left hemi diaphragm. معنى آخر معظم ال heart weight is over the left hemi diaphragm. This is why left hemi diaphragm is lower than the right hemi diaphragm. مش لأنه الليفر موجود على right side، لا. This is why إنه مثلا إذا أخذنا مريض عنده dextrocardia، الهارت تبعه رايح للرايت، راح يصير عندك الرايت هيمي diaphragm is lower than the left hemi diaphragm. لآخر شغلة لازم نعلق عليها بالديافرامز هي الأريا الجاية تحت الديافرام مباشرة. إذا كان عندي black lines like this under the diaphragm، هي شو بنسميها؟ هاي lines ماشي مع الديافرام shadow. هاي اللاينز شو بنسميهم؟ Like this بسميهم air under the diaphragm. Is it something normal? The air under the diaphragm? لا لا، it's a pathology, it's a problem، صح؟ هاي البروبلم suggesting what؟ Perforating viscous. Perforating viscous. هاي الباثولوجي to detect it well لازم دائما نصور مريضك ب erect position. المريض عنده دائما بيرفوريت بسكس، عنده سيفير ابدومينال بين، فبكون دائما ان سوباين بوزيشن. فلما توديه انت يصور والله بلين ابدومين اكس ريز او تشست اكس ري وين هيز ان سوباين بوزيشن، هاي ساينز ما راح تبين معك. فالمريض لازم يقعد على الاقل 15 مينت من ابرايت بوزيشن، او لازم يوقف على الاقل 15 مينت بابرايت بوزيشن او اريكت بوزيشن قبل ما يصور حتى يبين معك الاير اندر دايفرام. اذروايز يو ويل مس ذس ساين. أي سؤال هون يا جماعة؟ دكتور الليمفا دينا بثي مش بتبين زي بالمونري أرتري هايبرتنشن؟ هلا بالمونري أرتري هايبرتنشن راح يبين عندك برومينانت هايلم، لكن بينه عندك أوليجوميك لونج فيلد. شو يعني أوليجوميك لونج فيلد؟ يعني لونج فيلد أبدا بين كثير بلاك، ما فيها لاينز أت أول. هي الساينز أوف ذا بالمونري هايبرتنشن. صحيح راح يبين معك والله الهايلم كثير prominent واضح، لكن lung fields بيكونوا كثير oligomic أو كثير black. أوكي دكتورة؟ آه تمام. طيب الreticular infiltration بتبين زي congested lung بس يعني على الهيستوري بيبين؟ congested lungs yes. آه بس بالهيستوري يعني؟ بس بالهيستوري بتبين زي بيناتهم والله. It is just an infection reticular infiltrate when it's a congested lung. تمام. But in condition like this, مثلا نتفرج انت عندك two lung fields are covered by diffuse patch infiltrates all over the lung fields. In condition like this, well, history again هو اللي بيخدمك. This is what we call it acute respiratory distress syndrome, which is X-ray. من اسمه it's an acute finding. معنى آخر presentation للpatient لازم يكون less than two weeks appearance. Plus, the patient doesn't become severely in respiratory distress. Meaning he's a hypoxic patient. في characteristic ثاني للARDS لازم تروح تقرأ عنها. أنتوا خدتوا الARDS من بدايتك صح؟ عارفه. متى بحكي إنه المريض عنده ARDS؟ Hypoxia cyanosis nasal flaring. إذا عنده respiratory distress. طيب شو هي characteristic هاي للrespiratory distress؟ Nasal flaring grunting كان بالpediatrics. كمان retractions just هاي كلها signs of yes هاي كلها signs no of respiratory distress yes you are right. لكن يعني clinical wise كيف بحكي إنه this patient عنده ARDS؟ أول شيء symptoms the patient لازم تكون less than one week. اثنين X-rays راح تكون فيها bilateral diffuse lung infiltrate like this. يعني في عندي bilateral lung involvement. ثالث شغلة نحكي عنها إنه
نقسم البارشل بريشر اوف ذا ارتير او 2 على الاف اي او 2 انت بتعطيه للبيشنت لازم يكون دائما لزان 200. بالسيفير اي ار دي اس بيكون لزان 100 ملم مركوري. وثالث شغله واخر شغله انه الهارت از يوجوالي نورمال معناها كلوناري كابيلاري وجه بريشر دائما اقل من 18. هي الكاركترستيك للاكيوت ريسبيراتوري ستريس سيندروم. بيشنت سيمتومز دان ا ويك البيشنت از هايبوكسيك 1 عم تحتاج انك تعطيه كثير اف اي او 2 in order to correct his oxygen and you cannot correct his oxygen by a single oxygen mask. Usually we need an invasive technique or more support oxygen support or more powerful oxygen support in order to correct the patient's oxygen. ولما بتزيد انت الاف اي او 2 بتروح بتقارن البارشل بريشر اوف ذا ارتيريال او 2 مع الاف اي او 2 لما بتقسم البي او 2 على الاف اي او 2 بيكون دائما عندك less than 200. هي it's a characteristic of acute respiratory distress syndrome. إذا كان more than 200 لكن less than 300 هنا بنسميه acute lung injury. If it is less than 100 هنا بنسميه severe acute respiratory distress syndrome. وآخر شغلة إنه this infiltrate of the lungs is not secondary to cardiac problems. معناه آخر ما كان دي heart failure. Why usually we see it through the echocardiograms or you can detect it by إيش بنسميه pulmonary capillary wedge pressure. It's an advanced technique procedures. نشوف قديش ال pressures الموجودة إنك بال pulmonary capillaries something like this لازم دائما يكون less than 18. Millimeter mercury. This is how does the chest X-ray, the acute respiratory distress syndrome looks like. This is an ARDS X-ray. Again, هذا المريض, in order to correct his hypoxia, أنا محتاج إن أحط المريض على mechanical ventilators. دليلي إنه هذا المريض موجود على mechanical ventilator, هذا التيوب الموجود عندي بالأبر تراكير شادو. في عندي cylindrical tube. بين معكم يا شباب واضح هذا التيوب. هذا هو الاندوتراكير تيوب شادو. Again, this is an endotracheal tube shadow. واضح يا جماعة؟ آخر واضح. تمام. آخر موضوعنا اليوم يا جماعة لازم نحكي عنه هو الهارت فيلير أبيرنس على الإكسبريس. شو من الكاركترستيك اللي بيكونوا مبينات عندك بالهارت فيلير؟ أول شغلة الكاردك شادو. شو بده يكون بالكاردك شادو عندي؟ في عندي دائما إيش؟ كاردوميجالي. اثنين الهايلم بيكونوا prominent هايلم. ثلاثة راح يكون في عندي diffuse reticular infiltrate over the lung fields. هاي the reticular infiltrate it's reaching the domes of the lung. هنا سميناها kephalization مثل ما واضح معنا بهاي الصورة. As well as reaching the periphery of the lung fields. هلا هنا بين عندي في horizontal lines واصل the peripheral of the lung fields. هنا صارت أوضح هاي horizontal line. هاي horizontal line اللي بين عندك reaching the peripheral of the lung fields شو بنسميهم هاي horizontal lines؟ Curly line. Yes, curly B line. ارجعوا لمحاضرة هارت فيلر شرحنا فيهم عن curly B line والcurly A line والcurly C line wherever بهم يتعرف انه this is the curly B line appearance. فهي ال appearance of the X-rays usually suggestive of the congested lung field secondary to heart failure. من الكاركترستيك المبينة معك بالهارت فيلر for example هي الاوبليتريشن للكوستوفرينيك انجلز هي secondary to pleural effusion. هلا هون اذا واضح معنا انه this opacities or sorry this patchy infiltrates more central. هاي usually you see it بالacute heart failure conditions. وهاي الساينز بسميها bat wing sign. البات wing sign يعني مثل أجنحة الخفاش. واحدة من الساينز اللي بتكون مبينة معنا واضحة بالheart failure هي الفيشر إديما. بيكون في عندي horizontal lines like this. كثير واضح. And always this means that there is a fissure edema. And again it is secondary to heart failure. وهنا الفيشر إديما صار كثير thick. واضح كثير كوستوفرينيك انجل از بريتريتد كاردو ميجالي واضح كثير معنا اجين في ديفيوز ريتيكولار انفيلتريت اول اوفر ذا لنج فيلد اجين ات از ا بولمونري كونجيشن ساينز هون في عندي بلورال فيوجن صار واضح على الرايت اريا ودليلي انه هذا بلورال فيوجن الابر بوردر تبعه دايركتد توورد ذا رايت اكزيلا في عندي اوبليتريتنج بالليفت كوستوفرينيك انجل في عندي وان ديفيوز ريتيكولار انفيلتريت اول اوفر ذا لنج فيلدز كثير prominent على lateral fields واضح كثير and again it is a heart failure X-ray sign. أنا واحدة من الساينز اللي ممكن تشوفها بالheart failure patient هي this battery اللي طالع منه this wires وضعنا سميناهم it is ايش هي ال ICD يعني intracardiac defibrillator machine أو battery مع pacemaker. فإذا متى شفت إنه البيشنت والله مركب there is a battery view for example with X-rays أعرف مباشرة إنه he is a heart failure patient. أي سؤال يا جماعة؟
Any questions? Any سؤال على X-rays? To summarize اللي حكينا, in order to read the chest X-ray, وش لازم تعليق على quality of the X-rays. The quality are five things لازم تعليق عليهم عن position, with exposure, with penetration, with centralizations, inspiratory or expiratory, and will labeled or not. بعدين تنشتغل على X-ray من برا لجوا, بتشوف ال soft tissues around the lungs, بتشوف ال bone structure surrounding the lung. بعدين بتنزل على ال chest X-ray من الداخل, بتعلق على ال upper meiosinum وعلى lower meiosinum. هلا ال upper meiosinum سينا نحكي عنه, إنه ال upper meiosinum shadow ومن this point إلى هاي ال point لازم يكون is a narrow funnel shaped one. إذا كان wider than 6 سنتيمتر, إذا كنا عم نحكي عن posterior anterior X-ray أو 8 سنتيمتر من anterior posterior X-ray, this means إيش؟ widening upper meiosinum. ال widening upper meiosinum إذا بتذكروا محاضرة ال lymphoma علقنا على الموضوع حكينا عنه, إنه إله differential diagnosis هم ال 5 T's. ارجعوا على محاضرة ال lymphoma in order to review what is the differential diagnosis of the widening بال upper meiosinum. هلا lower meiosinum هو من ال carina and below, وحكينا هنا لازم نعلق على الكاردك شادو كيف شكله, على الكاردك بوردرز يعني كاردوميجري or there is no cardiomegaly. بعد هيك لازم تحكي عن اللونج فيلدز. اللونج فيلد هي بلاك باك جراوند penetrating by small lines. هاي اللاينز مش لازم تكون واضحه على اللاترال ثيرد, مش لازم تكون واصله للدومز اوف ذا لانجز. لازم تعلق على الهايلمز. بعدين لازم نحكي عن الانفلتريت اذا كان موجود, وهذا هذا الانفلتريت عامل ماسكينج للكاردك بوردر او عامل ماسكينج للديافرام. واخر شغله لازم نعلق فيهم على الديافرامز وعلى كوسوفرينج انجل. وهيك بنكون خلصنا how to read the chest X-ray. أي سؤال يا جماعة؟ دكتور في حكيت ساين زي الخفاش, شو كانت؟ هي البات وينج ساين دكتورة, which is an early sign of acute heart failure. بات إيش؟ بات وينجز, أجنحة الخفاش. تمام. إسلام تمام. خلينا نعطي بريك. الساعة حاليا 11:15, نعطيكم بريك 5 minutes أو نرجع على 11:30 مشان نبلش السيمينار. تمام. أوكي. إن شاء الله. أوكي يا جماعة, يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية.